أيها السادة الأحبة، عقدت اليوم هذا المؤتمر الصحفي لتهنئة لبنان والشعب اللبناني بعودة الأسرى، وفرحة الكبرى هي بالقنطار. 5 أسرى عادوا إلى لبنان وعلى رأسهم عميد الأسرى، إنها الفرحة بالقنطار. من هنا وعبر الإعلام كافة أدعو الأسرى 5 إلى زيارتي بأسرع وقت، فأنا أتحرق لرؤيتهم وألهف لمقابلتهم، ولأسباب أمنية لا يمكنني أن أزورهم، وإلا لفعلتها في أول يوم. في أول يوم عادوا وما انتظرت هذا القنطار من الوقت. أيها الأسرى، أرجوكم لا تتأخروا، لأجلكم ولأجل لبنان، وخاصة أنت يا سيد سمير الأمطار. لقد عشت 29 سنة خارج لبنان، آكل شارب نايم دون أن تدفع للخزينة اللبنانية أي ضرائب من أي نوع كانت. المستحقات تتراكم يا سيد القنطار، ولقد أصبحت قنطار مصاري، فتعال فورا لتسوية أوضاعك المالية، وإلا لن أخصم لك ولا أي قرش، وسأدفعك قنطار مصاري، وقد أعذر من أنذر. بكلمتين، درهم لعندي خير من قنطار ضرايب. وأهلا بك في ربوع لبنان.